أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذي
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القيتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء وتماثيل وجفان كالجوام وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون
وجفان وجفان كالجواد وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.